أثنى الرئيس القبرصي نيكوس خريستوليدس على دور مصر الفاعل تجاه الوضع في غزة، مثمنا اتخاذ الرئيس السيسي زمام المبادرة بعقد قمة القاهرة للسلام كونها فرصة رائعة لتبادل الأفكار والرؤى ووضع حلول للأزمة الخطيرة في غزة. وقد أكد الرئيس القبرصي خلال حديثه مع التلفزيون المصري أن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ دور أكثر فاعلية لحل الأزمة. نرحب بالرئيس القبرصي نيكوس كريستوليديس على شاشة التلفزيون المصري. مرحبا سيدي على القناة الأولى من التلفزيون المصري. شكرا لهذه الدعوة. أولا أود أن أثني على دور مصر ودور الرئيس السيسي في اتخاذ زمام هذه المبادرة المتميزة للالتقاء هنا في القاهرة ومناقشة الوضع في غزة. فكما تعلمون أن قبرص إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وأقربها للمنطقة، ولدينا علاقات متميزة مع جميع جيراننا ومتأثرين بالوضع هنا في المنطقة. والمبادرة التي اتخذها الرئيس السيسي تعد فرصة رائعة لمبادلة الأفكار بخصوص كيفية حل هذه الأزمة، هذه الأزمة التي هي خطيرة للغاية وتحتاج إلى حل فوري، وإلا فستواجه جميع دول المنطقة عواقب وخيمة. باعتبارنا إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، فإننا نريد من الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا أكثر فاعلية في المنطقة. إنها منطقة مجاورة للاتحاد الأوروبي ويقع علينا مسؤولية في لعب دور ريادي في حل هذه الأزمة. أما بالنسبة إلينا في قبرص، فمن المهم للغاية ضمان استمرار المساعدات الإنسانية ووصولها إلى الناس، ومن المهم حماية المدنيين، جميع المدنيين، ومن المهم أيضا استمرار المفاوضات لحل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. نرى أنه لا يوجد أي صراعات مجمدة، ونرى أن جميعنا نرى ما يحدث في المنطقة، والإرهاب يؤثر على جميع بلدان المنطقة، وإذا لم يكن هنالك حل للقضية الفلسطينية فسنستمر في مواجهة مثل هذه المشكلات. في رأيك إن آلية إطلاق عملية السلام للوصول إلى حل الدولتين وفقا لحدود عام 1967؟ نعم، أعتقد أن حضور الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش هنا في مصر مهما، لأن استمرار المحادثات يجب أن يتم تحت إشراف الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة تقدم إطار العمل لهذا الحل، ألا وهو حل الدولتين وفقا لحدود عام 1967. لذلك من المهم حضور الأمين العام للأمم المتحدة هنا اليوم. كيف نضمن استدامة المساعدات للناس في غزة ونحسن الوضع في الأرض؟ إنها دولة مجاورة ولدينا بعض الأفكار المتعلقة بكيفية استمرار المساعدات الإنسانية وعدم انقطاعها ووصولها إلى الناس في غزة، ومن وهي أحد القضايا التي طرحناها مع الجانب الإسرائيلي ومع الرئيس السيسي وكذلك على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن يضمنوا استمرار وصول المساعدات الإنسانية. شكرا.